بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في لقائنا السالف أنهى فضيلة الشيخ شرح باب السواك وسنن الوضوء، واليوم نمضي مع مؤلف الزاد رحمه الله في قوله: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. نعم، قال رحمه الله: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومن سنن الوضوء السواك. وتقدم في الحلقة التي قبل هذه بيان معنى السواك وحكمه والأوقات التي يتأكد فيها، وذكر جملة من الآداب الشرعية معه. وقال هنا: من سنن الوضوء، أي مستحباته. المراد بالسنن هنا المستحبات، جمع سنة، وهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا التعريف عند المتأخرين. وأما السنة إذا أطلقت عند المتقدمين فيراد بها ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لكن المتأخرون خصوها بالمستحب. نعم. فيستحب عند الوضوء أن يستاك قبل المضمضة، وهذا سبق الكلام فيه. ثانيا، غسل الكفين ثلاثا، يستحب للمتوضي قبل أن يبدأ بالوضوء أن يغسل كفيه ثلاثا، لأن يده أداة الغرف وإيصال الماء إلى الأعضاء، فيستحب أن يغسلها، وثلاث مرات أيضا، لأن هذا أبلغ في النظافة. ويجب غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء في حالة ما إذا كان قد استيقظ من نوم ليل، من نوم ليل ناقض للوضوء، وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهذا الحديث يدل على وجوب غسل الكفين في هذه الحالة. وأما ما عداها فغسل الكفين قبل الوضوء مستحب، من فعله فقد أحسن، ومن تركه فلا إثم عليه. أما في هذه الحالة فإنه إذا تركه يكون آثما، لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وقوله ناقض للوضوء، يخرج نوم الليل غير الناقض للوضوء، وهو النوم اليسير من القاعد، النوم اليسير من القاعد المتمكن من نفسه، فهذا لا ينتقض وضوءه. كذلك النعاس الخفيف، هذا لا يوجب غسل الكفين، لأنه لا يصدق عليه البيات والنوم، لأنه نوم يسير لا يزول معه الإحساس. نعم. متى يعرف النائم أنه في نوم؟
ناقض الوضوء أو غير ناقض، يعني يعرف أنه إذا غاب إدراكه ولا يحس بشيء فإن هذا نوم مستغرق، وعلامته أن يكون قد اضطجع على الأرض أو استند إلى شيء وهو جالس، فإن هذا لا يتمكن من نفسه ولا يحس بشيء. نعم. فهذا هو النوم الذي يكون مستغرقا. نعم. هل يجب ذلك في الغسل إذا كان الوضوء في إناء أو في كل حال، يعني لو كان من إناء أو من صنبور أو نحوه غسل كفين ذلك؟ الحديث جاء بالإناء فلا يغمس يده في الإناء. نعم. أما إذا كان يتوضأ من صنبور أو يغترف من ماء كثير كالجواب الكبار والأنهار، نعم، فمن المستحسن أيضا أن يغسل كفيه. أقل الأحوال أنه يرجع إلى القول الأول وهو السنية. نعم. قبل الوضوء. نعم. قال: ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم. نعم. ومن سنن الوضوء البداءة بمضمضة واستنشاق، والمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه ثم مجه، والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف بواسطة النفس ثم ينثره، وذلك لأن الوجه والأنف وذلك لأن الفم والأنف من الوجه. نعم. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والفم والأنف من الوجه، يجب غسلهما، وذلك بالمضمضة والاستنشاق. فلو توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق لم يصح وضوءه، لأنه لا يكون قد غسل وجهه غسلا كاملا. فالمضمضة والاستنشاق لا بد منهما، وإنما المستحب هنا البداءة بهما قبل غسل الوجه. فيستحب أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ثم يغسل وجهه. أما لو عكس غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح ذلك، ولكنه يكون مخالفا للأفضل. والمبالغة فيهما لغير صائم. ومن مستحبات الوضوء المبالغة المضمضة والاستنشاق، والمبالغة في المضمضة أن يخضخضه في جميع فمه، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذب الماء إلى داخل أنفه بقوة حتى يصل إلى أقصاه. هذه هي المبالغة وهي مستحبة. فهناك فرق بين المضمضة والاستنشاق وبين المبالغة فيهما. المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء ولا بد منهما، وأما المبالغة فيهما فإنها سنة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما الصائم فلا يستحب له المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لأنه يخشى أن يطير الماء إلى حلقه، فيؤثر ذلك على صيامه. فالصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، وإنما يدخل الماء في فمه ويديره فيه ثم يمجه، وكذلك يدخل الماء إلى أنفه ثم يستنثر منه من غير مبالغة إذا كان صائما، لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من المبالغة في المضمضة والاستنشاق، والعلة خشية أن يصل الماء إلى حلقه ويطير إلى حلقه فيؤثر ذلك على صيامه، لأن الصائم ممنوع من الأكل والشرب. نعم. المبالغة يا شيخ في المضمضة والاستنشاق تكون بنوع الفعل كما ذكرتم بالخضخضة أو بكثرة العدد؟ لا بالفعل، صفة الفعل، وهو محدود بعدد معين. محدود بعدد، الواجب مرة واحدة. نعم. في المضمضة هو مرة واحدة في الاستنشاق،
والمستحب ثلاث مرات لا يزيد عليها، إن زاد عليها صار بدعة. قال وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن. نعم، من مستحبات الوضوء تخليل اللحية الكثيفة. تخليل اللحية الكثيفة، الكثيفة هي التي تستر ما وراءها، التي تكون كثيرة الشعر تستر ما وراءها من الجلد، فهذه يجب غسل ظاهرها بالماء لأنها من الوجه. وأما داخلها فيستحب له أن يخلله بأصابعه ليصل الماء إلى ظاهر اللحية وباطنها، فإن لم يخللها فوضوءه صحيح لأنه غسل الظاهر، ظاهر اللحية ويكفي. أما اللحية غير الكثيفة وهي الخفيفة التي يرى الجلد من ورائها، فهذه يجب غسلها ظاهرا وباطنا بأن يعركها بالماء حتى يصل الماء إلى الجلد لأنه ظاهر، فلا بد من غسله. نعم. فإن خللها وصحب ذلك تساقط الشعر فلا بأس؟ لا بأس بذلك، إذا تساقط الشعر من غير اختياره فلا بأس بذلك، ولا يتساقط الشعر إلا إذا كان مهيئا للسقوط، يعني يكون شعرا ميتا أو متكسرا، هذا مهيئ للسقوط حتى ولو لم يخللها. نعم. قال والتيامن. نعم، تخليل الأصابع أيضا. نعم. تخليل أصابع يديه ورجليه بأن يدخل أصبعه مبلولة بالماء بين كل أصبعين حتى يصل الماء بتأكد إلى ما بينهما، إيصال الماء إلى ما بين الأصابع هذا واجب، فلو تركه ولم يدخل الماء إلى ما بين أصابعه لم يصح وضوءه. نعم. ولكن زيادة في إيصال الماء يستحب التخليل. نعم. والتيامن. نعم، تيامن معناه أن يقدم الأعضاء اليمنى قبل اليسرى، بأن يغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، وأن يغسل اليد اليسرى، أن يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، هذا مستحب. ولو أنه عكس غسل اليسرى من اليدين أو الرجلين قبل اليمنى صح وضوءه، لكن يكون تاركا لسنة. فالتيامن ليس بواجب، لأن الله جل وعلا أمر بغسل اليدين والرجلين ومن غير أن يفصل بين اليمنى واليسرى، قال تعالى وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فغسل الرجلين واليدين فرض من فروض الوضوء، لكن تقديم اليمنى على اليسرى منهما سنة. نعم. فلو بدا له مثلا يا شيخ بعد غسل اليسرى أن يعيد الماء على يده اليمنى له ذلك ويواصل؟ نعم، لو أنه بعد غسل اليسرى يده اليسرى، بعد غسله اليسرى شك في أن الماء ما شمل اليمنى، اليمنى أو أنه قد تبقى منها شيء، لا مانع أنه يمر الماء على اليمنى، أنه يعيد الماء على اليمنى ويكمل غسلها ولو بعد اليسرى. وبعدها وإن عاد اليسرى فذلك مستحسن، لكن أخشى أن يفضي به هذا إلى الوسواس. نعم. له أن يعيد الماء على اليمنى ثم ينتقل إلى مسح الرأس؟ أي نعم. الحمد لله. قال وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة. هذا عنده من المستحبات، وهو أن يأخذ ماء جديدا للأذنين غير الماء الذي مسح به رأسه، لأنه ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ما أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه، ولكن هذا الحديث غير محفوظ كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين ببقية ماء الرأس، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذ ماء جديد للأذنين
هذا قول فيه نظر، لأنه لم يصح بذلك دليل، والدليل الصحيح أنه مسح أذنيه ببقية الماء الذي مسح به رأسه. هذا من ناحية، من ناحية الدليل. ومن ناحية التعليل أن الأذنين من الرأس، أن الأذنين من الرأس، من الرأس، فيمسحان بما مسح به الرأس. نعم. قال: والغسلة الثانية والثالثة. هذه آخر ما ذكره من سنن الوضوء، الغسلة الثانية والثالثة بالنسبة لليدين، بالنسبة للوجه، بالنسبة للوجه واليدين والرجلين، فالتثليث مستحب في هذه الأعضاء، فيستعمله في المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، ويستعمله في الوجه فيغسله ثلاث مرات، ويستعمله في اليدين فيغسلها ثلاثا ثلاثا، وفي الرجلين يغسلها ثلاثا ثلاثا. هذا مستحب، ولو اقتصر على مرة واحدة أجزأه ذلك، والثنتين أفضل من الواحدة، والثلاث أفضل من الثنتين. وأما لو زاد على الثالثة فهذا بدعة ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا. هذا التثليث مستحب، وعرفنا الأعضاء التي يستعمل فيها. أما المسح، مسح الرأس، فإنه لا يكرر، وإنما يمسح مرة واحدة، وسيأتي صفته إن شاء الله. فمسح الرأس لا يكرر، لأنه إذا كرر صار غسلا وتحول إلى غسل. الله تعالى أمرنا بالمسح، قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فإذا كرر صار غسلا وصار زائدا على ما أمر الله تعالى به. نعم. قال رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. لما انتهى رحمه الله من سنن الوضوء وبينها وفصلها، السنن التي قبله والسنن التي في أثنائه، انتقل إلى الفروض، فروض الوضوء، وهي الأركان، أركان الوضوء، والأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء. قال: وصفته، أي صفة الوضوء، أي الكيفية التي يكون عليها الوضوء شرعا. الوضوء لغة هو مأخوذ من الوضاءة والحسن، وشرعا هو استعمال ماء في أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. والوضوء فيه فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذا فيه فضل الوضوء، وأنه يكون نورا يوم القيامة تعرف به هذه الأمة من غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء فيه فضل عظيم وثواب جزيل، وهو عبادة لله سبحانه وتعالى، يجب العناية به ومعرفة أحكامه وضوابطه حتى يؤديه المسلم على الوجه المطلوب. نعم. فيما ذكرتم الشيخ من قول عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم. يعني المحافظة على الوضوء قبل الصلاة، أو الاستدامة بالوضوء، أو ضبط شروطه وأركانه، يعني المحافظة في الحديث ما هي؟ المحافظة عليه الإتيان به على الوجه المشروع، المحافظة على الوضوء الإتيان به على الوجه المشروع. أحسن الله إليكم. وضبط أحكامه. نعم. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. فروض الوضوء ستة:
أي أركانه التي لا بد منها. الأول غسل الوجه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه. والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، وأما حده عرضا فمن الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه. قال: والفم والأنف منه. الفم والأنف من الوجه، لأنهما في حكم الظاهر وهما داخلان في الوجه، فيجب غسلهما، وذلك بالمضمضة والاستنشاق كما سبق. فمن ترك المضمضة والاستنشاق لم يصح وضوءه، لأنه ترك جزءا من الوجه لم يغسله. نعم. وغسل اليدين. نعم، الفرض الثاني غسل اليدين. قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق. واليد هنا من رؤوس الأصابع إلى المرافق، جمع مرفق، والمرفق هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد، ويجب غسله. الحمد لله. يجب غسله مع الذراع لقوله، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه، فتكون إلى هنا بمعنى مع، إلى هنا بمعنى مع، وليست لانتهاء الغاية، بل هذا مما تدخل فيه الغاية في المغيى، وذلك كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم، فإلى تأتي بمعنى مع، وهي هنا بمعنى مع. اغسلوا أيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، فلو لم يغسل المرفق لم يصح وضوءه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومسح الرأس ومنه الأذنان. الفرض الثالث مسح الرأس لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. والمسح معناه أن يمر يديه مبلولتين بالماء الطهور على رأسه، يبدأ بناصيته وهي مقدمة الرأس، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم مبين ومفسر للآية الكريمة. فلا بد من مسح جميع الرأس، لأن الله جل وعلا يقول: وامسحوا برؤوسكم. فالذي يمسح بعض رأسه لا يصدق عليه أنه مسح رأسه، وإنما يصدق عليه أنه مسح بعض رأسه، فلا يكون آتيا بالواجب. نعم. في مسح الرأس يا شيخ، يكون بطون الكفين تكون مباشرة للشعر، أو لو مسح بإصبعه مثلا يمسح على أي صفة كانت، المهم أنه يمسح ويعمم رأسه بالمسح على أي صفة كانت، ولكن يعني الأفضل نعم أن يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يضع كفيه مبلولتين بالماء على ناصيته، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنه الأذنان. الأذنان من الرأس، يجب مسحهما مع الرأس، فلو تركهما لم يصح وضوءه، لأنه لا يصدق عليه أنه مسح رأسه كل رأسه، نعم، بل بقيت منه بقية. وصفة مسح الأذنين أن يدخل أصبعيه السبابتين مبلولتين بالماء في صماخي أذنيه، أي خرقي أذنيه، ويجعل إبهاميه على فروعهما من الخارج، ثم يدير أصبعيه
من الداخل ومن الخارج حتى يمسح الأذنين ظاهرا وباطنا لأنهما من الرأس. نعم. قال وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. نعم. الرابع غسل الرجلين، قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، ومعنى إلى هنا مع، أي مع الكعبين، فيجب غسل الكعبين مع الرجلين، فإلى هنا بمعنى مع، والغاية داخلة في المغية كما ذكرنا في المرفقين. وأما المبتدعة فيرون أن الكعبين هما العظمان الناتئان في أعلى القدم، وهو ما يسمى بما يكون عند معقد الشراك، شراك النعل، وهذا غلط وليس بصحيح، لأن المراد بالكعبين في الآية هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. نعم. قال والترتيب والموالاة. والترتيب، وينبغي أن نؤكد هنا إلى أن الرجلين يحتاجان إلى الاهتمام بالغسل. نعم. يحتاجان إلى الاهتمام بالغسل، بأن يغسل الرجلين غسلا كاملا ضافيا عليهما، ويتعاهد بطون قدميه، قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، فيجب تعاهد أسافل الرجلين وإيصال الماء إليهما، لأن بعض الناس يكتفي برش الماء أو صب الماء ولا قد لا يبلغ إلى بطون قدميه إلا بتعاهد وتأكد، فينبغي التأكد من ذلك. فإن بقي في أقدام فرجه شيخ لم يبلغها الماء، إذا بقي في أقدامه موضع لم يصله الماء ولو كان قليلا فإنه لا يصح وضوءه ولا صلاته. إذا لم يصح الوضوء لا تصح الصلاة، لأن الصلاة مبنية على الوضوء. لأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال له ارجع فأحسن وضوءك، وفي رواية أمره أن يعيد الوضوء، فهذا دليل على أنه يجب تعاهد بطون الأقدام حتى يصلها الماء. الركن أو الفرض الخامس الترتيب، ترتيب بين هذه الأعضاء على ما ذكر، يعني يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بمسح الرأس ثم بالرجلين، لأن الله ذكرهما هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ كذلك مرتبا، وفعله صلى الله عليه وسلم تفسير للآية، وإذا جاء الفعل تفسيرا للنص فإنه يكون واجبا، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الصفا للسعي بدأ من الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، أو وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به، يشير إلى قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فدل على أن ما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا، هذا هو الترتيب. فإن توضأ منكسا لم يصح وضوءه، لأنه يخالف الآية القرآنية ويخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون وضوءه غير صحيح ولو استكمل الأعضاء، لكن إذا كان على غير ترتيب فإنه لا يصح لأنه يخالف الصفة الشرعية. الفرض الأخير وهو السادس الموالاة، بأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في وقت معتدل، فالموالاة
معناها أن يغسل أعضاءه متتابعة واحدا بعد الآخر، ولا يكون بين غسلها فواصل زمنية طويلة بحيث تنشف الأعضاء التي غسلها قبل ذلك في زمن معتدل. يعني أما إذا كان في زمن حار شديد الحرارة أو في هواء وكان العضو ينشف سريعا فهذا لا يؤثر ولا يفوت الموالاة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، في نهاية لقائنا نشكر لشيخنا فضيلة الشيخ صالح ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لكم حسن استماعكم، ولكم تحية من زميلي فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.